نبقى في شان اليمن حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من قتل ثلاثه قياديين ميدانيين من ميليشيا الحوثي في محافظه صعده شمال اليمن وضبط كميات من الاسلحه والذخائر كانت بحوزه الميليشيات ياتي هذا فيما تراجعت سيطره ميليشيات الحوثي الايرانيه خلال الاشهر الاخيره عن كثير من المناطق في اليمن وسط انتصارات كبيره تحققها قوات الجيش اليمني باسناد من طائرات التحالف العربي الأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت خصوصا مع اقتراب قوات الجيش اليمني من تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وفرض الحكومة الشرعية سيطرتها على كثير من المناطق وبفضل كبير من قوات التحالف العربية التي عملت أيضا جاهدة لنصرة الشرعية تدرك ميليشيات الحوثي الإيرانية أنها أمام قوة ستنهي تمردها وجرائمها ضد المدنيين الذين عانوا منهم سنين طوال وتراجع سيطرة الحوثيين عن كثير من المناطق خلال الأشهر الأخيرة كان أبرزها عندما حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من طائرات التحالف العربي محافظة شبوة التي قتل فيها أكثر من 500 شخص من ميليشيات الحوث الإيرانية كما انتزع الجيش الوطني اليمني مؤخراً السيطرة على عدة مناطق في محافظة البيضاء من الميليشيات الانقلابية ولا زالت جهود قوات الجيش اليمني قائمة بعزيمة وإصرار قويين على دخول العاصمة صنعاء عبر الحاق ميليشيات الحوث خسائر كبيرة فتحت المجال أمامهم للسيطرة على أكثر من ثلاثين موقعا عسكريا في مديرية نهم شرق العاصمة وتستمر قوات الجيش اليمني باسناد من طائرات التحالف تقدمها في جبهه الساحل الغربي لليمن بعد سيطرتها على مناطق واسعه ادت الى هروب واستسلام الكثير من القيادات الحوثيه في هذه المناطق النجاحات التي تحققها قوات الشرعيه هي أكبر دليل على استمرار الخسائر لهذه الميليشيات الانقلابية. كان أبرزها سقوط أكثر من أحد عشر ألف شخص من الميليشيات الانقلابية. وخسر الحوثيون أيضا نحو سبعة آلاف من أسلحة ومعدات ومواقع. وبعدما كانت ميليشيات الحوثي تسيطر على تسعين بالمئة من الأراضي اليمنية، أصبحت أكثر من خمسة بالمئة منها تحت سيطرة الحكومة الشرعية. اما في ظل قطرسه وتمرد ميليشيات الحوثي واستهدافاتهم المتعمدة لقيادات في حزب المؤتمر الشعبي ادت الى انفصال الحزب الذي كان اكبر حليفهم هذه الهزائم التي لحقت بالميليشيات الانقلابيه كشفت من يقف وراء دعمها بالسلاح والمال وكانت احد الدلائل عندما أطلقت ميليشيات الحوثي عدة صواريخ تحمل بصمات إيران وبروز خبراء عسكريين من قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تعد أذرع إيران في المنطقة تمثلت بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي